هلا بدنا نروح لزميلنا زياد الطويسي. نعم. متواجد حاليا في وادي موسى، فبدنا نصبح على زياد من جديد، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير مجددا من هنا من وادي موسى مركز مدينة البتراء، وتحديدا من أمام سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. وعندما نتحدث عن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي نتحدث عن المؤسسة صاحبة الولاية العامة على منطقة البتراء، بما في ذلك الموقع الأثري وكذلك الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وفي مختلف المجالات، يعني في مشاريع مختلفة عند السلطة في الآونة الأخيرة. وباشرت السلطة أيضا خلال الأسبوع الماضي مشروع جديد في مجال البنية التحتية، وهو مشروع تطوير الشارع السياحي، إضافة إلى أنها بدأت باستكمال بقية مشاريع البنية التحتية التي تعمل عليها من أجل النهوض بواقع البناء والخدمات في المنطقة. وللمزيد يسرنا أن يكون معنا عطوفة رئيس مجلس مفوضي إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات. صباح الخير دكتور. صباح الخير زياد. صباح الخير شهد وإبراهيم. دكتور، يعني تحدثنا عن مشاريعكم الحالية، المشاريع الجديدة والمشاريع التي بدأتم باستكمالها. صباح الخير. طبعا إقليم البتراء بيضم 6 تجمعات سكانية، مركزها مدينة وادي موسى، وكونها البوابة الرئيسية للإقليم وللعملية السياحية بتتمحور فيها معظم المشاريع السياحي. طبعا احنا في ظل الظروف الحالية اللي بتمر فيها البلد في انقطاع تام للسياحة، والسلطة ارتأت انه تستغل هذا الغياب للسياحة في التعجيل في مشاريع البنية التحتية. والمشاريع عندنا بتنقسم لنوعين، يعني مشاريع داخل الموقع الأثري، عملية ترميم وتظبيط الممرات وعملية إزالة المخالفات بالمدة القادمة ان شاء الله. والبنية، الموضوع الثاني هي البنية التحتية في التجمعات السكانية المختلفة، اللي هي كوان بنية تحتية عامة كطرق ومرافق عامة، أو البنية التحتية السياحية. وإحنا حاليا يعني عدة مشاريع يعني يتم استكمالها، مثل استكمال الفندق الكراون بلازا، وفي عنا في وسط البلد مشروع تم انهاؤه، وحاليا في عنا الشارع الشرياني على قارب الانتهاء، وراح يتم ربطه كشارع بديل بالشارع السياحي. بتعرف منطقة وادي موسى بيصير فيها أزمة سير في يعني لما يكون في موسم سياحي، وبالتالي احنا بنحاول حاليا نستغل هاي المدة نكمل هاي المشاريع، بحيث يعني من اول بالمرحلة الاولى نتجنب الأزمات المرورية بالمستقبل اللي بتأثر على المواطنين بشكل عام، ومن ناحية اخرى نهيئ المنطقة السياحية وخاصة الشارع السياحي اللي هو يعني بيرتبط مع منطقة مركز الزوار والمتحف. وبنفس الوقت احنا بنشتغل على شارع بديل. هذا الشارع طبعا ما راح يكون مجرد شارع، راح يكون شارع مع ممرات مع محلات، عشان نوسع رقعة الاستفادة من العملية السياحية ونوزع السياح بشكل عام. بدي أشير انه البتراء هي موقع تراث عالمي، وحتى في موضوع البنية التحتية اللي خارج الموقع الأثري بما يخص منطقة الشارع السياحي ومنطقة الدارة وغيره، احنا يعني دائما على تناغم مع مركز التراث العالمي مع شركائنا في إدارة الآثار العامة ووزارة السياحة والجميع، بحيث انه نقدم البتراء ووادي موسى يعني بأفضل صورة. بالتأكيد احنا يعني مرينا في أعوام سياحية قوية خاصة بال 2019، والظروف الحالية الجائحة العالمية يعني أثرت على السياحة بالتأكيد، لكن احنا بنتأمل انه نكون من أوائل الدول اللي تعيد الثقة بالسياحة بشكل عام. والبتراء زي ما بتعرف هي المقصد الرئيس بالسياحة الأردنية. الرؤية العامة اللي موجودة عندنا في مشاريعنا هي تتمحور حول 3 يعني أعمدة. الأولى اللي هي عملية المحافظة على الموقع الأثري والعملية السياحية بشكل عام. الموضوع الثاني استدامة البنية التحتية، وأن الأردن والبتراء تأخذ حصتها من سوق السياحة العالمي. والمحورين هذول طبعا لازم يقودوا في عملية التنمية المجتمعية ومدى استفادة المجتمعات المحلية من السياحة. بدي أشير أنه إحنا في إقليم البتراء الاعتماد كبير على السياحة، يعني أيام ما كانت السياحة موجودة الناس كثير كان يعني يحكي انه احنا ما بنستفيد من السياحه، لكن الازمه الحاليه اثبتت انه اعداد الناس اللي بيستفيدوا من السياحه اعداد كبيره، وفي نفس الوقت اعطتنا يعني درس ومؤشر انه في المستقبل ننوع مصادر الدخل في الاقليم.
وننوع عملية يعني نحكي علاقة الشخص اللي بيستفيد مع السياحة والموقع، وننظر لطرق يعني مستدامة. عشان هيك احنا من أهم مشاريعنا الجديدة طبعا راح تكون إعادة هندسة العملية السياحية وعملية الدخول من منطقة السيق للبتراء والخروج من خلال الحافلات لمنطقة القرية التراثية والبيضة اللي راح يكون فيها منتج سياحي متكامل. احنا حسب الخطط اللي بنناقشها حاليا مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص على الغالب، يعني خلال الأسابيع القادمة قد يعني يتم فتح البتراء للسياحة المحلية، والسياحة المحلية راح يكون المنتج متركز يعني مش فقط على الموقع الأثر المناطق المحيطة، يعني بشكل عام كاستعدادات كسلطة من الناحية الإدارية والفنية زينا زي المؤسسات الأردنية بشكل عام بما يخص التعقيم والتباعد الاجتماعي إلى آخره. بما يخص القطاع السياحي عندنا نوعين، القطاع السياحي الخاص سواء الفنادق أو المطاعم تلتزم يعني الشروط الموجودة عالميا، وإحنا عندنا المناطق اللي فيها اللي نحكي انتراكشن ما بين السائح والمقدم الخدمات زي منطقة مركز الزوار والمتحف والموقع الأثري. عندنا يعني كتيب بنشتغل عليه ومعلومات بنشتغل عليها راح تكون جاهزة إن شاء الله. بدي أشير إنه منطقة المثلث الذهبي بشكل عام العقبة ورم والبتراء مرشحة إنها يعني تستعيد عافيتها بوقت إن شاء الله قريب، وبنشتغل إحنا مع بعض بتنسيق مع مفوضية العقبة ومع وزارة السياحة بالارتقاء بالبنية التحتية بشكل عام. وإحنا بميزنا يعني كمنطقة إنه هاي مناطق مفتوحة حتى في موضوع الأمور الصحية مناسبة جدا للسياحة، لأنه طبيعيا في تباعد نعم ما بين السواح. بنتمنى إن شاء الله إن الأمور ترجع لمسارها الصحيح وربنا يزيل الوباء عن الوطن وعن جميع المواطنين وعن الإنسانية بشكل عام، وكل عام وأنتم بخير. دكتور بالعودة للمشاريع، يعني أبرز المشروعات المتوقع أن تنتهي ويتم تشغيلها هذا العام فيما يخص لواء البتراء؟ أول مشروع إن شاء الله هو وسط البلد اللي هو يعني مجمع تجاري استثماري، الهدف منه طبعا إنه السائح يقضي وقت في وسط البلد وفي نفس الوقت نقدم يعني منتجات محلية. راح يكون يعني مكان عام، مكان يعني للأكل والتجمع. السائح الأجنبي بحب إنه مش فقط يروح على الموقع الأثري، بحب يختلط مع المواطنين. المشروع الثاني اللي هو الشارع السياحي اللي هو جزئين، عملية إعادة تأهيله راح يكون جزء كبير منه بيدستريان للمشاة، يعني بحيث إنه السائح يتمتع فيه، وراح يكون في نوع من المكان العام اللي هي البلازا أو الساحة للحفلات مستقبلا. والمشروع الآخر اللي هو الشارع الشرياني اللي راح يخفف السير على البلد، وراح يتم ربطه في شارع جديد اللي هو البديل عن طريق جزء من منطقة الدارة. هذا طبعا راح يخلق منطقة سياحية جديدة. حاليا احنا بنشتغل مع الشركاء على مشروع قصر مؤتمرات ومجمع سياحي، وسيتم الإعلان عنه بالمدة القادمة للاستثمار. وفي منطقة البيضاء عندنا أهم مشروع اللي هو القرية التراثية والقرية البيئية اللي راح تطرح هذا العام يعني للاستثمار. احنا بنحاول قدر الإمكان انه هاي المشاريع الهدف منها انه نرفع من تنافسية البتراء في السنوات القادمة. دكتور السائح راح يجي على عام سياحي جديد بال 2021 تكون البتراء بحلة جديدة. بالتأكيد احنا بتعرف بسبب الطلب اللي كان موجود في البتراء على السياحة بال 2019 صار في استثمار قوي على الغرف الفندقية، وعندنا حاليا تقريبا يعني حوالي 1000 غرفة قيد الإنشاء. وبهذا السبب احنا كسلطة حاليا بنشتغل على مخطط شمولي جديد. احنا عندنا مخطط شمولي للسلطة 2011-2030، احنا حاليا بعد 10 سنين نعمل له تقييم بنشوف شو المشاريع الناجحة ورح نستمر فيها وشو في مشاريع جديدة ممكن تطرأ. الملخص انه البتراء موقع تراث عالمي، موقع هش، فبالتالي السياحة مش ضروري كلها تتمركز داخل الموقع الأثري، بنشتغل على منتجات خارج الموقع الأثري. في نفس الوقت احنا عندنا 6 تجمعات سكانية، الهدف انه نوزع المكاسب السياحية بحيث اكبر عدد من المجتمعات
تستفيد وإن شاء الله الأمور أفضل إن شاء الله. إذن الدكتور سليمان الفرجات رئيس مجلس مفوضي إقليم البتراء التنموي السياحي، نشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله ستعود البتراء أقوى مما كانت بهمة وتضافر جهود الجميع، وإن شاء الله ستعود إليها أعوام السياحة وستعود لتكون درة مدن السياحة الأردنية بجهود أبناء المجتمعات المحلية والجهات الرسمية كافة والقطاع الخاص السياحي أيضا. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم من المدينة الوردية، وعودة الآن إلى زملائنا في استديو يوم جديد لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج.